قاتل. يابا البلاغس البلاغس يابا. مجزرة ومذبحة وجريمة إنسانية، قول عليها زي ما انت عايز تقول. بشاعة الأحداث اللي بتحصل أقوى من الكلام. اللي حصل في مخيم اللاجئين الفلسطينيين امبارح حتى جنب جرائم كتير، اعتراف العدو بكل بجاحة في جريمة حرب بما تحمله الكلمة، تبرير أصل احنا كنا بنطارد مجموعة من حماس ودخلوا المخيم، نفتح تحقيق، خلاص الكلام ده انت ما بقتش تقدر تتقبله. 7 صواريخ وقنابل عملاقة، الواحدة فيهم توزن 2000 رد، تترمي عليهم ليه؟ تحت بند أي ذنب؟ عملوا ايه المدنيين؟ 40 شخص حتى الان على حسب المصادر الفلسطينية ماتوا، ممكن العدد ده يكون ازيد من كده بكتير، ده غير الجرحى. جريمتهم غير ان هم تهجروا من بيوتهم وراحوا على رفح وقاعدين في مخيم. في الاخر مش عارف اقول ايه ولا حتى قادر اسمع اي تبريرات ولا اي عبارات شجب وادانة. خلاص اعتقد ان الكلام ملوش قيمة دلوقتي. شكرا.